أهلا بكم مشاهدينا، وجولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الجمهورية التي تابعت زيارة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أمس لموقع حفر قناة السويس الجديدة، والتي طالب خلالها المصريين بالمشاركة بفعالية في الاكتتاب الشعبي لطرح الأسهم، وأكد أن الجميع عليه دور وطني كبير لإرسال رسالة عالمية بأن مصر آمنة، ولنبذ العنف والدعوة إلى العمل والنهوض. من جانبها اهتمت صحيفة الأخبار بتصريحات وزير المالية هاني قدري، والتي أكد خلالها أمس أن شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة سيتم طرحها خلال أسبوع. وقال وزير المالية إن الدولة بحثت كافة أدوات التمويل المتاحة واستقرت على شهادات الاستثمار وحزمة قروض مجمعة من البنوك الوطنية، موضحا أن استبدال فكرة طرح أسهم في البورصة بإصدار شهادات الاستثمار جاء بعد دراسة مستفيضة أخذت في الاعتبار وأخذت أبعادا سياسية وقومية واقتصادية هامة. صحيفة الأهرام نوهت إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى مدينة الطور بجنوب سيناء أمس، وذلك في إطار جولاته الميدانية والوقوف على مشاكلها بنفسه والعمل على حلها. أكد محلب أن الدولة تعمل على إعداد تشريعات جديدة لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت والمرافق ومواجهة الإرهاب بمعاونة المجتمع للدولة. على الصعيد الأمني اهتمت صحيفة المصري اليوم بلقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أمس مع عدد من قادة وضباط حرس الحدود، والذي أكد خلاله أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر. وقدم التحية لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب. ننتقل مشاهدينا إلى مقالات الصحف المحلية، ونطالع من صحيفة الأهرام مقالا للكاتب أحمد السيد النجار بعنوان بناء المستقبل ومحاسبة ماضي الفساد في مصر. يتحدث فيه الكاتب عن بناء مصر الجديدة وما يتطلبه من عمل جاد من جموع الشعب المصري، وأن هذا البناء الجديد يتطلب أيضا محاسبة الفاسدين ومن استباحوا أموال وأصول مصر وتحايلوا على القانون. تبدأ مصر الآن عهدا جديدا من البناء دشنته بمشروع عملاق في قناة السويس، وأكدت تلاحم الشعب والدولة في تمويل هذا المشروع بصورة وطنية من خلال شهادات استثمار عالية العائد ومدتها 5 أعوام، والتي تعتبر بمثابة قرض للحكومة لإنشاء وصلة القناة الجديدة، وهذا يعني أن ملكية المشروع ستظل للدولة بنسبة 100%. لقد ورثت مصر كما هائلا من الفساد من عصر مبارك، وهو فساد منهجي ومنتشر كالسرطان في جسد الاقتصاد والمال العام والأصول المملوكة للدولة. وهذه الثقافة تحتاج من مصر إلى جهد هائل، سواء من خلال تقليد العقوبات والردع القانوني، أو من خلال بناء ثقافة تعلي من قيم العمل والعلم والنزاهة وتقديس المال العام وحمايته. وفي عموده بدون تردد في صحيفة الأخبار نطالع مقالا للكاتب محمد بركات تحت عنوان مسؤولية القادرين. يتحدث عن الواجب الوطني والاجتماعي للقادرين من رجال المال والأعمال تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه للخروج من كبوته الاقتصادية والنهوض بمشاريع التنمية الجديدة. ويقول الكاتب: في كل بلاد الدنيا وبين كل شعوب العالم، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، هناك توافق بين عموم المواطنين على وجود ما يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية أو الواجب الاجتماعي للقادرين من رجال المال والأعمال وكبار أصحاب الشركات والمؤسسات تجاه أهلهم وذويهم، والأهم تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه والوطن الذي ولدوا ونشأوا وكبروا على أرضه. في هذا الإطار لا يجب أن تختلف مصر عن سائر هذه الدول، ومواطني مصر الأغنياء والقادرين لا يختلفون في شيء عن مثلهم في أي دولة أخرى في حبهم لوطنهم ورغبتهم في مساندة دولتهم ومجتمعهم في الظروف الخاصة التي يتعرض لها الوطن من أزمة اقتصادية خانقة،
ولا شك في وطنية وأصالة أبناء مصر الشرفاء من الوفاء بهذا الواجب الاجتماعي. نتحول في هذه الجولة إلى الصحف العربية والشأن العراقي، رصدته صحيفة القبس الكويتية، ونقرأ فيها خبرا بعنوان القوات الكردية استعادت سد الموصل، حيث ذكرت الصحيفة أن القوات الكردية مدعومة بالطيران الأمريكي تمكنت من استعادة سد الموصل العملاق الذي يسيطر عليه عناصر داعش، بعدما تقدمت ببطء إثر زرع الطرق بالعبوات الناسفة، ونفذت الطائرات الأمريكية 9 غارات بمساعدة البشمركة، وقتلت 44 مسلحا من داعش. تحت عنوان تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على الورقة المصرية، كتبت صحيفة الحياة اللندنية وقالت استنفت المفاوضات غير المباشرة بين وفدين فلسطيني أمس في ظل أزمة تفاوضية نجمت عن رفع الوفدين سقف مطالبهما في وقت صدرت فيه دعوات من الجانبين بالعودة إلى معادلة الهدوء مقابل الهدوء من دون التوقيع على اتفاق. وطالب الرئيس الفلسطيني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بالموافقة على الورقة المصرية. 100 غارة سورية على معاقل داعش، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة عمان العمانية. وقالت غدت مطالبة الائتلاف الوطني السوري المعارض لأمريكا بشن غارات على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا أسوة بما يجري في العراق، شنت قوات النظام السوري أكثر من 100 غارة بالبراميل المتفجرة على معاقل التنظيم في شمال البلاد في أعنف هجوم يشنه النظام على داعش، ليظهر للولايات المتحدة أنه مثلهم قادر على ضرب داعش. المشهد اليمني رصدته صحيفة الخليج الإماراتية والتي نقرأ منها، في محاولة لاحتواء الأوضاع الأمنية المتردية في اليمن قتل 6 مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، و3 جنود أمس في اشتباكات في مدينة القطن بمحافظة حضرموت، وذلك على يد الجيش اليمني الذي قام بمداهمة هذه الخلايا الإرهابية، كما اعتقلت القوات الأمنية 9 من عناصر التنظيم، وذلك بعد أن تضاعفت الهجمات على الجيش مؤخرا. نتحول مشاهدين إلى مقالات الرأي في الصحف العربية وصحيفة الوطن السعودية، ألقت الضوء على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكتبت مقالا بعنوان قبل تشكيل الحكومة مستقبل العراق أولا، وأكدت أن عددا من التحديات يواجه الحكومة العراقية الجديدة، والمطلوب هو التوافق على مصالح الشعب العراقي بمختلف مكوناته. وقالت العراق لم يعد يعاني خطر الانقسامات الداخلية فقط، بل بات يواجه خطر الإرهاب وتنظيم داعش وما يرتكبوه من مجازر وتهجير بحق المدنيين. كل ذلك يدعو الحكومة العراقية أن تكون متوازنة في تعاطيها مع شرائح الشعب المتعدد بمذاهبه وعرقياته، فالكل سواسية في عملية بناء الوطن دون تمييز لأحد. على الحكومة الجديدة أن تدرك مدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، فهي أتت على أنقاض حكومة خلفت تركة ضخمة من الأزمات والملفات العالقة، لذلك يجب على العراقيين التكاتف من أجل إخماد الطائفية والعمل الجاد لينضم العراق إلى ركب التنمية والاستقرار. ننتقل إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي رصدت نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة أمس، وكتبت مقالا بعنوان التهدئة وشروط الموضوعية، مؤكدة أنه مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان على غزة يعني أن خطر اندلاع مواجهات دامية يبقى قائما إذا لم يبادر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل. من حق الفلسطينيين أن يطالبوا المجتمع الدولي بتدخل ذي مصداقية لا يجعل من التهدئة مكسبا إسرائيليا صافيا بتجبيل الفلسطينيين وإسقاط حقهم في مقاومة الاحتلال. فأي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار عدد الشهداء وحجم الضحايا والخسائر لن يصمد ولم ينجح. دقة وخطورة مفصلية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف مكونات الشعب الفلسطيني تقتضي من الجميع الاتحاد والتوافق على استراتيجية وطنية تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في حين الوقت لتشكيل جبهة فلسطينية موحدة
لمواجهة الغدرسة الصهيونية. هذه الصحف العالمية، حيث تصدرت الأوضاع في غزة اهتمامات صحف اليوم، لا سيما مع قرب انتهاء الهدنة المعلنة في القطاع المحاصر، حيث نقلت صحيفة دعوت إحرانوت الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي تصريحاته بأنه يجب خلق آلية دولية للتأكد من أمن المواطنين الإسرائيليين، وأنه لا يمكن الانتهاء من عملية الجرف الصامت حتى يشعر الإسرائيليون مرة أخرى بالأمان. مجلة فوكس الألمانية انفردت بحوار خاص مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، طالب خلاله المجتمع الدولي بالعمل على تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش بشكل كامل، معربا عن أمله أن تقدم ألمانيا مساعدات إنسانية بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة لقوات البشماركة. وشدد بارزاني على عدم حاجة الأكراد إلى قوات أجنبية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته على وجود نقص كبير في الأسلحة الحديثة. في السياق ذاته نقرأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأكراد يستعيدون السيطرة على سد الموصل. وتقول التفاصيل إنه في أكبر تحدي للجماعات المسلحة في العراق، استطاعت قوات البشمركة أمس التقدم والسيطرة على سد الموصل الاستراتيجي تحت غطاء جوي أمريكي، واستطاعت البشمركة من فرض طوق شبه كامل على منطقة السد، بينما تراجع مسلح داعش. الأزمة الأوكرانية كان لها حضور طاغ في صحف اليوم، ونقرأ من صحيفة لوموند الفرنسية، تقدم دبلوماسي بالتزامن مع استمرار العنف. فقد اعترف وزراء الشؤون الخارجية المعنيون بالأزمة الأوكرانية خلال اجتماعهم بالعاصمة الروسية برلين أن المفاوضات كانت صعبة، إلا أنها حققت تقدما في بعض النقاط. وأجمع الحضور على أن الهدف من تلك المفاوضات هو حقن دماء الأبرياء في ظل استمرار العنف بالمنطقة. الأوضاع في العراق ألقت بظلالها على مقالات الرأي، ولعل من أبرزها مقال بجريدة الجارديان البريطانية، والذي رأى أن حكومة بريطانيا عليها اتخاذ إجراءات حاسمة في العراق لمحو عار التخاذل في سوريا، وتحت عنوان ديفيد كاميرون عليه اتخاذ موقف حاسم في العراق. قالت الصحيفة: في العراق لدينا مسؤولية تجاه حماية بشر مهددون بالإبادة الجماعية، فقد تحملت الولايات المتحدة الكثير في الآونة الأخيرة، وأن الأوان لكي يطلع المجتمع الدولي ودول أوروبا وعلى رأسها بريطانيا بمسؤوليتهم في الدفاع عن الأقليات الضعيفة في العالم. لقد عرض الشعب البريطاني التدخل العسكري في العراق عام 2003، وأظهرت الحكومة البريطانية تقاعسا كبيرا حيال ما يحدث في سوريا، إلا أن السياسة البريطانية يمكنها الآن أن تلعب دورا كبيرا، لا سيما بعد رحيل الملكي، فهناك فرصة حقيقية للم شمل المجتمع العراقي حول القيادة الجديدة، وقد يتحول الحلم لحقيقة. بالرغم من سعي الاتحاد الأوروبي الحثيث للقضاء على القدرات النووية الإيرانية، إلا أنه في الوقت ذاته بات حريصا على توسيع ترسانته النووية خوفا من تطورات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما مع تنامي الخطر الروسي. في هذا الإطار جاء مقال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحت عنوان الأسلحة النووية ميزة في عالم خطر، وقالت فيه: عندما يجتمع زعماء حلف شمال الأطلنطي في ويلز أوائل سبتمبر، ستتم مناقشة الكثير من القضايا الساخنة، وعلى رأسها اتفاقية الدفاع المشترك والتفاوض حول استمرار تواجد محدود لترسانة الولايات المتحدة النووية في أوروبا. لقد دعت واشنطن من جانب واحد لتقليص ترسانتها بأوروبا تحت حجج وهية، إلا أن المسؤولية الدولية تحتم عليها دعم قوى التحالف حال تعرضهم لخطر، فالسلاح النووي سيمثل سلاح ردع قوي حال لجأت روسيا لضربة استباقية تؤثر بها على استقرار المنطقة. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة في الصحف المحلية والعربية وأيضا العالمية، جاءتكم من شاشة أنيل من القاهرة، إلى اللقاء.